جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، فاعلم يا رعاك الله. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.